يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أحد طلبة العلم يقول إن السلف كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمة ما أمر الله به، لأن ذلك ينافي الاستسلام لله، فهل هذا القول صحيح؟ لا مانع من السؤال عن الحكمة، لا مانع من ذلك، ليزيد الإيمان والاطمئنان إذا أمكن معرفة الحكمة فلا بأس بذلك. نعم.